بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب، إن شاء الله دائما تكونوا بألف خير. أداة الـ MTK-Mutility الفيرجن 93، هذا أحدث إصدار الأداة، تم تحديثه أعتقد امبارح. الآن في إضافات جديدة على الأداة، يعني حملوها، أداة مفيدة جدا كما هي العادة في الإصدارات السابقة، هي مفيدة جدا، واليوم تم إضافة بعض الإضافات الحديثة. الآن هنا الشاومي التي أو 11T، هنا تتم إضافة الشاومي في البيروم ميدياتيك بيروم. هنا الشاومي 11T اللوك بوت لودر والريلوك بوت لودر، هاي الإضافة الأولى. الإضافة الثانية كمان تم إضافة الأوبو ميتا بوضع الميتا. لما تشوف أنت هون كيف تقسم الأداة، يعني بتروح وضع الميتا، الآن هنا ميتا بهذا الشكل، هذا الميتا في هذه القائمة. طبعا هذه قائمة جنرال عام، ليس فيها أسماء هواتف، ولكن هي يعني تم إضافة فيها خيارات. هنا الأوبو، هذه هواتف الأوبو التي تم إضافتها في الأداة، وطبعا الخيارات الموجودة هنا دائما تنطبق على هواتف الأوبو المدعومة في هذا الخيار. هاتف السامسونج A003 اللي هو A03، هنا A037F، B2 اللي هي الحماية الأولى، وهنا الحماية 3. هذا يمكن القيام بعمل بوت ريبير لهذا الهاتف. طبعا الأداة يعني جميلة وتوفر لك الكثير من الخيارات المطلوبة والتي قد نضطر إلى استخدامها في أي وقت، فلذلك احتفظ فيها وحملها على جهاز الكمبيوتر ولا يعني تتركها أبدا، لأنها حتى لا تتعارض مع لا أنتي فيروس ولا وجود أي برامج ضارة في الأداة. فقط هذا كل شيء في الفيديو، حملوا هذه الأداة واحتفظوا فيها، جميلة جدا وقوية ويمكن أن نحتاجها في أي لحظة كما ذكرت. بارك الله بكم، صبحكم الله بالخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.